بسم الله. ايه هذا المنظر اللي بده وحده الله يبارك له. غبي غبي يا غالي غبي. اليوم رح نساوي مثل ما سمعتوا بقلاوه تركيه، شغل عمك ابراتي بالتركيه حصرا. ها خلينا اول شغله نساوي القطر، هو هذا اهم شيء. خلينا نعبي 10 كاسات من الكاسه السحريه. بسم الله. ولا لكم 9 بكفي. خلص السكر وما وصلنا للتسع كاسات، هدول 7.5 كاسات، هو العيار واحد اساسا. طيب 7.5 كاسات قديش بنحط؟ تلتون، بنحط 2.5 كاسات مي، يعني تلت الكميه. بنجيب ليمون نقطع شرحه بشرحه، خليهم شرحتين. هدول الشرحتين ناخذهم وين بنحطهم؟ هون بالطنجره من البدايه، من اولها مشان ما نتخانق مع بعض. وبناخذ الطنجره بنرفعها على النار، نار متوسطه. عنا كيلو فستق حلبي يا غوالي، بنجيب محضرة الطعام ونحط فيها كمية من الفستق. شايفين؟ ما شاء الله على هاللون، لا صبغة ولا شيء، فستق نظامي. النص الثاني لازم نخلي فيه ملمس، يعني ما نطحنه بودرة، كمان نفس الطريقة. وهلا ساوينا النص الثاني يا غوالي، بتلاقوا في منها لسه لسعتها حبة يعني مثل ما هي، وفي منها حبة مكسورة، وفي منها حبة صايرة 4 شقف مثلا. هذا ممتاز. ليش؟ لأنه لما بناكل البقلاوة ما بنلاقيها يعني كلها حب 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 الفستق، لا. وهلا هلا بلش يا غوالي درس البقلاوة. لا قوية والله. بالسوق في كثير عجائن رقائق بقلاوة، أو نحن بنسميها عجينة الأوزي، لكن في أنواع. شوفوا هذا النوع شو طري. هلا اول شيء خليني اخذ 10 طبقات منه، نفردهم هيك. هلا بحط هذا بسبته هيك، حاول نسبته على جنب منشان نستفيد من هذا، ما نحط يعني ما يطلع معنا مثل ما بيسموه تشريك، يعني مشرك كثير. اكبس هيك كبسه كثير منيحه، وحط الشفره وامشي، وعلى مهل، ما لنا مستعجلين، ما حدا لاحقنا بعصايه يا غوالي. تمام. بسم الله. ها شوفوا 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 ما احلاها. شايفين شلون؟ شغلة مرتبة، عم بعطيكم شغلة مرجوعكم لعندي إن شاء الله. طيب هلأ ناخد رقاقة رقاقة، بس أنا قبل ما صفة لهي بدي أدهن دهنة سمنة خفيفة، بس هون شايفين شي إنه سمنة شي إنه. ونفرد أول طبقة. بسم الله، تسمي بالله ونشتغل إن شاء الله بيطلع معنا شغلة أبراتب. طبقة تانية نفس الشيء. بعد ما بدينا تقريبا 10 طبقات من البقلاوة، حتى لو كانوا 11-12 ما مشكلة، بس ما يكونوا كمان قلال. منجيب معلقة أكل سمنة منحطها هون، ومنحاول نوزعها هيك بهذا الشكل. طبعا سمنة ما لها دايبة، شايفين؟ هي أنا عم حاكيكم اليوم على الطريقة التركية الأصلية. بعد ما حطينا السمنة منجيب أول قسم عنا من الفستق وبيبدوه. بسم الله. فخلينا نبلش نستر. وين الحرف؟ شوفوا هون الحرف، شايفين؟ ليكو بدي خلي شوي زيادة، يعني ما بدي قص هيك حط مشرطي هيك، بدي حطه هيك بهذا الشكل، وخلي شوي زيادة. بدي سكين بحرف السكين دخل، يعني هذا الحرف دخل فيه لجوا العجينة. ها شوفوا شايفين هيك بهذا الشكل. ليش؟ لتختم تسكر ما تنفش لبرا قدر الامكان، ما بدي اياها تنفش لبرا. هلا بعد ما دكتناها انا عندي هون 0.5 كيلو سمنه سايحه مسيحه دايبه، تمام؟ بدي اعطيها هيك يعني كبجايه سمنه منشان اضطري لي اقدر انا شو اقطعها. بعدين منجيب السكين، بتكون السكين حده. بسم الله، منقول بسم الله ومننزل شوي شوي هيك. شايفين شو عم بعمل انا هيك على اللسي اللسي؟ تمام. هي اول خط، شوفوا دغري السمنه بتنزل لتحت. طيب نرجع بنحط على النص الثاني. بسم الله، بدي اعمل الخط الثاني، بنثبت هيك كمان شوي شوي. طيب هيك شو صار عنا؟ صار عنا نص للصينية. واحد بكل خط ارجع فيه لورا. هاي واحد نفتلها هيك. تاني السمنة ليش حطيتها؟ ريحتني
كانت العجينة عم تنشف. بدنا نعطيها السمنة تبعها. بسم الله. حطينا تقريبا 300 جرام من السمنة. بهاي الحركة الفكرة اللي عم ساويها انه السمنة تنزل لتحت تفوت بين كل الطبقات. نكون شغلين الفرن من 3 ساعة فوق وتحت على حرارة 250 اعلى حرارة. قبل ما احطها بالفرن بطفي فوق بخلي بس تحت شغال، بحطها باول رف من تحت. يا ويلي على هاللون، يا ويلي. شوفوا بقلاوة تركية على الأصول، منغنغة نغنغة. بسم الله. هلأ على السريع السريع، أول حركة منجيب شي شغلة كبيرة ومنحط الصينية هيك ومنميلها. شوفوا 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 السمنة، شوفوا بدي نزل كل السمنة يلي زادت. هي أول حركة. وهلأ بعد ما صفينا السمنة منها دغري تقطير. ليكو القطر جاهز عندي دغري، بقطرها هي وسخنة، إذا بردت ما بتشرب القطر. بسم الله. إيه هاد المنظر اللي بده وحدة الله يبارك له. غبي غبي يا غالي غبي. اللي متأمل ياكل ما في ياكل، هلا بنستناها لتبرد لتتشرب القطر على مهلة. بدها تتشرب القطر، الفستق بده يتشرب القطر. ويسعد لي ايامكم يا احلى فنانين بكل المجرة. اشتركتوا بالقناة ولا لسه؟ ما اشتركتوا؟ لا هيك رح ازعل منكم. ها رح اكلها. يلا ده صاروخ. شوفوا 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 يا ويلي، هاي على المعدة دايركت. بسم الله. جاهزين يا غوالي؟ هاي بدها وحدة الله يبارك له غير شكل. انا بالنسبة لي في فرق، قرشتها غير، هاي فيها قرشة وما فيها تعجين، بس هاي قرشتها احلى من هاي الصراحة. طعمتها غير، نكهة السمنة واضحة، هون ما بتحس بنكهة السمنة لانه شربها العجين. كتير طيبة كتير كتير، بس اطرى شوي زيادة بالنسبة لي. يعني انا ما بحب الاكل الحلو انه يكون فيه حلو كتير، بس خرافية. حطوا بقلبها بوزة وقشطة وكول. نكشة المزهر اللي حطيتها عاطية طعمة خرافية بالنسبة لي كشيف عمر. هاي بتفوز طبعا المثلثات بالطريقة هاي اللي عملناها، بتفوز مو على الشكل، على طريقة السمنة التسمين تبعها الكذا، خرافية. حبايب القلب، إذا عجبكم الفيديو مثل العادة شكل سونا الأمور، لايك من هون، تعليق من هون، اشتركوا بقناة الآن وفعلوا زر الجرس لتشوفوا باقي حلقات البرنامج. كان معكم شيف عمر من برنامج ليمة للغوالي. سلام. تسقيط، هاي تسقيط، هاي شكوحي بتنزل. كثير طيبة.